نناقش قضية استمرار الفساد الحكومي والتعهدات المتكررة بالتصدي مع الأستاذ أمير المفرجي الباحث السياسي من باريس عبر سكايب. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء الخيرات. تقارير حكومية تؤكد أن حجم الهدر المالي في المنافذ الحدودية سنويا يصل إلى 8 مليارات دولار. إذا كانت هذه هي التقارير الحكومية، ماذا عن الواقع الذي لا تقوله الحكومة؟ من الطبيعي أن العفو ده يرجع للصوت مرة ثانية. نحن نسمعك، تفضل. أي بس ده يرجع صوتي ماذا يخليني أحكي؟ من الطبيعي أن ما يحدث في العراق هو نتيجة للعملية السياسية التي هي بحد ذاتها عملية فاشلة اعتمدت على نظام المحاصصة، الذي من خلال هذا النظام تم توزيع حصص العراقيين إلى هذه الأحزاب. كل له حصة في الوزارات وفي مؤسسات الدولة. إذن ما يحدث في العراق هو نظام خصص لسرقة أموال العراق، خصص لأن يصل العراق إلى هذه النقطة الخطيرة، يعني لا وجود لأي موارد لدفع الرواتب، لا وجود لنظام صحي يستطيع أن يعني أن يسيطر على جائحة كورونا، لا وجود لأي نظام يستطيع أن يسيطر على منافذ حدوده وتأمين دخول الواردات العراقية. إذن النظام هو بحد ذاته خصص لأن يكون لهذه الأحزاب التي هي أحزاب جاءت لتسرق، ليست يعني هذه الأحزاب ليست لها سياسة بناء وطن، أحزاب لم تكن لها أي ثقافة وطنية، وإنما ثقافة فئوية متخلفة جدا أراد منها الأمريكان أن تكون هي سيدة العراق في الوقت الحاضر. هذه طيب. الحقيقة يا سيدي. طيب يعني إذا كانت الجهات التي تشرف على هذه المنافذ الحدودية تسرق 8 مليارات دولار سنويا، ماذا عن باقي قطاعات الدولة؟ هل الفساد أصبح منهج تسير عليه الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال؟ بالطبع، ولنا في شهادة السيد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي على ما يحدث في العراق، يقول بالحرف الواحد: ليس هناك ثقافة بناء دولة في العراق، هناك ثقافة فساد في العراق. إذن هذه الحقيقة، ليس هناك يعني شيء نستطيع أن يعني يستطيع النظام العراقي أن يعمل به من أجل يعني نظام اقتصادي مخطط له للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية. المشكلة في العراق، هناك أحزاب جاءت منذ 2003، وهذه الأحزاب لكل فترة كان هناك رئيس وزراء، ولكل رئيس وزراء كانت له أسطوانة بالقضاء على الفساد، وهناك لجان وهناك لجنة ستقوم ب يعني التحقيق. ما يحدث الآن مع السيد مصطفى الكاظمي هو بالذات نفس الشيء، هناك لجان يعني لمعرفة من هي الجهات، مع العلم ان الكل يعرف بان الفساد التحدي في العراق. التحدي الكبير هو هل ستستطيع هذه اللجان او ستستطيع حكومة الكاظمي ان توقف دور الميليشيات او ما تقوم به الميليشيات في المنافذ الحدودية؟ لا، اذا تسمح لي، لان سؤالك الكريم الى نقطتين يعني للإجابة عليه. نعم. اولا، النقطة الاولى، ما يتكلم به السيد مصطفى الكاظمي يعني لا يستطيع من خلال الدولة التي أسست في العراق، وهي دولة محاصصة ليس لها أي يعني مصداقية عراقية، ليس لها أي مصداقية دولية. انظر ما يتكلم الأوروبيون عن العراق، يعترفون بأن العراق هي دولة فساد وغسل أموال. الشعب العراقي يعرف بأن الأموال ذهبت إلى الأحزاب. الشيء الثاني، السيد مصطفى الكاظمي يريد أن يقوم بخطوات، وكما يدعي هو، بالقضاء على الفساد، ولكن على من يعتمد في القضاء على الفساد؟ وهو الذي انتخب من نفس هذه الأحزاب الذي جاءت به إلى البرلمان. إذن ما هو سر
هذا الطلب الذي قام به السيد مصطفى الكاظمي للقضاء على الفساد، مع العلم انه يعرف بان هذه الاحزاب هي التي جاءت به. نعم يعني هناك ضبابيه في المشكله. اذا قضيه القضاء على الفساد هي اسطوانه مشروخه، الا اذا كانت هناك الولايات المتحده الامريكيه وراء السيد مصطفى الكاظمي نعم. للقضاء استاذ على امير، يعني نعم، معذره للمقاطعه، يعني قبل قليل حضرتك تكلمت انه يتم تشكيل لجان، ويعني ربما هذه اللجان تنجح او تفشل. يبدو لافتا في الحقيقه ان لجنه النزاهه النيابيه تقول بأن حجم ملفات الفساد بات أكبر من أن يتابع من تلك اللجان. إذا هل على العراقيين أن يقبلوا بالوضع إذا كانت اللجنة المعنية بالمتابعة لا تستطيع متابعة هذه الملفات لضخامتها؟ شيء طبيعي، هناك يعني إقرار بالواقع من قبل هذه الأحزاب التي سرقت وسرقت الأموال، والتي لم تعد باستطاعتها يعني ان تجد حلا، لانها هي جزء من المشكله. ولكن سيدي العزيز، انا احب ان ارجع الى قضيه السيد مصطفى الكاظمي، لانها قضيه حساسه بما يتكلم به عن القضاء عن الفساد. ما لاحظناه من زيارته الى المناطق الحدوديه المحاذيه لايران، ومن ثم وجوده في البصره، يعني هناك كلام يتكلم به السيد مصطفى الكاظمي وكانه قادر على القضاء على الفساد، ولكن عن طريق أي قوة. يعني هو يعتمد على دولة محاصصة. ولكن أنا لي رأيي الخاص في هذه المشكلة، وأحب أن أوضحه يعني لكم، لأنه له صلة بالموضوع. المشكلة الولايات المتحدة الأمريكية، وكما يعرف الجميع بأنها هي التي وراء مصطفى الكاظمي. أنا في نظري هناك نوع من الاستراتيجية الأمريكية التي تدفع بالسيد مصطفى الكاظمي للاستحواذ على العملية السياسية. ما يحمله السيد مصطفى الكاظمي هو مشروع أمريكي، يعني يريده أن يكون هو المنفذ له. فلهذا وصلت الفكرة أنا في أستاذ رأيي أمير. هناك نوع من الانقلاب القادم للعملية السياسية، لأننا إذا سمعنا وصدقنا ما يقوله السيد مصطفى الكاظمي بالقضاء على الفساد من قبل نفس هذه الأحزاب التي تسرق، فهي إذن كذبة يعني خطيرة. نعم. ولكن أنا في طيب. نظري هناك شيئا ما خلف هذا. ربما الأيام القادمة تحمل مزيد من التفاصيل والأسرار. أستاذ أمير المفرجي الباحث السياسي العراقي، كنت معنا عبر سكايب من باريس.